سلام يا بنيتي، سلام. سلام، كديرة يا حبيبة، كيفك؟ كيفي؟ كيفك انتي؟ مغربية ولا إماراتية؟ لا، مصرية. مصرية. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك انتي؟ ازيك؟ ازاي اخواتك؟ ازاي اهلك؟ والله بخير. ازيك انتي؟ واحنا الحمد لله يا حبيبتي، ده احنا بنحبكوا والله واحنا العظيم، بنحبك كتير. بنحبكوا والله 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 بنحبك كتير. والله والله العظيم، احنا والله. بنحبكوا كتير كتير، وانتو واحنا والله كمان، بنحبك كتير. انتو كمان، بنحبك كتير. انا بحبك. احنا اسمك بنحبك ايه؟ كتير. اسمك ايه؟ ازيك يا حاجة؟ ازيك يما؟ اسمي ليلى، انت اسمك ايه؟ انا اسمي نعيمة، انت اسمك ليلى؟ شرفتينا يا اختي، يا نعيمة، شرفتينا يا اختي، نورتيني والله. والله نورتيني. انت كمان نورتيني ونورتي المغرب ونورتي التيك توك بتاع المغرب يا حلوة، على راس المغرب وناس المغرب. انت كمان على راسنا، انتوا كمان، انتوا ايه على راسنا، وانتوا كمان بنحترمكم وبنحبكم وبنقدركم، ولما بتيجوا المغرب بتشرفونا. حبيبة قلبي. انت جميلة يا اختي ليلى، والله انت اللي جميلة وتستاهلي كل خير. انت اللي تستاهلي كل خير، وسلمي لي على اخواتك اللي معاكي بيضحكوا، ده انا بسمعهم بيتكلموا وياكي. والله ما في حد بيتكلم. فينتي؟ انتي بالدنيا وما فيها يا حبيبتي، حبيبة قلبي. والله قلبي قلبي. والله انا حبيبة قلبي وبحبك يا الملقطة. وانا بحبك كتير. يا ولادي، اولاد وبناتي بلادي بيحبوك وبيقولوا لك ازيك يا حبيبتي وشرفتينا في المغرب، والله انتوا اللي شرفتوني. والله شرفتينا، احنا بنحبكم كتير كتير، بنحب إلهام شاهين، لو بغيت لها شي طوفيسكم قطع لها الفرارة مال، احنا بنحبكم وبنحب السيسي احنا وبنحب بنحبكم كتير. وبفرح كتير لما اشوف روتانا سينما، مش هتقدر تغمض عينيك. روتانا السينما مش هتقدر تغمض دي عينيك. مريم سعيد اللي كان، دي مريم سعيد المذيعة اللي كانت عند وياكم، دي مغربية يا اختي. ايوه ايوه، وسعد المجرد بيغني وياكم تما. ازاي محمد رمضان؟ قولي لي يا اختي، بتقول لك الست نواعم، البس هدومك يا فنانين ابني. الممثلين المصريين. قولي لمحمد رمضان، بتقول لك نعمة يا ابني، البس ملابسك. والله بتحبي مين من الممثلين المصريين؟ بحب مين من الممثلين المصريين؟ بكل صراحة ما بكذب عليك، واحد ولا اتنين ولا تلاتة، الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات، انا بحب بابا حسن حسني، الله يرحمه. مين تاني؟ الله يرحمه، وبحب، بحبه كتير، لطفي لبيب. الله يرحمه. مين تاني؟ لا، لطفي لبيب لسه حي يا اختي، ايوه. مين تاني؟ لسه في دمتي، لسه في الحياة، انت دفنتيه؟ لا لسه وأم حي يا اختي. كلثوم. وأم كلثوم. ام كلثوم، ام كلثوم ده ربي بني لها قصر في جهنم. ام كلثوم ليه؟ كانت ايه؟ ليه دي كانت ليه؟ فنانة، كانت بتودي المغرب وأوروبا والعالم كله بيجلس وهي وياها يا حبيبي. دي لا، دي كلمة واحدة خاصك تنتظرها 5 سوايع يا اختي. ايوه كلثوم. مش أم كلثوم. كلثوم دي جوهرة خالدة، مش حت دي جوهرة خالدة، روتانا كلاسيك بتاعها، مش سايباها تنام في راحتها، أنا بحبها، ولو حتى الكلمة دي يعملوا لي عليها أي حاجة يا أختي، أنا بكتر ما أنا بحبكو بدخل أشوف مين بيقول لك المثل، اتبع الكذاب حتى لباب الدار، فهمتيها يا أختي؟ فهمتها فهمتيها؟ أنا فهمتها. ايه، تعرف اسمعيني يا اختي، تغني؟ بعرف اغني مصرية،
ايوه بعد كده مجنون، ايوه بعد ده انتوا عندكم محمد الليتي. ايوه انت ايوه بعد كده ايوه محمد الليتي. بتعرفي حجيب؟ بابا هجيب. حجيب بقى ولاد بلادي، جابنا ربي على ما ايوه نطلعوا. ايوه بابا حجيب بيغني ايوه جيبوا لي يا ابن عمي، ها ها وده عمي، ولي ويلي وده عمي، ناري غني ناري غني وده غني عمي. غني كده. غني لي انت الاولى، قولي وياي جيبوا لي يا وده عمي. لا غني انت الاول، يلا. لا انت الاول يا ملقطه، انت الاول. انا ما بعرف اغني. انا كمان ما بعرف اغني، لكن ليش عندك عمرك ما فيفي عرفت عبده تغني؟ بتعملهم كلهم. فيفي عبده، طلعي فيفي عبده تغني وترقص لينا، دي بتعملهم كلهم يا ليلى. الملقطين عندكم ترجم لها شي وحده فيكم. يلا الحاج عجبتك؟ ها فكرتيني، ده انا كنت عامره لايف 3 ايام، طلعت معايا الحاجه ايمان. تحيه لك يا الحاجه ايمان، ده انا حبيتك من قلبي يا حاجه ايمان. هي كمان مصريه. حياتي يا حاجة إيمان. وكمان عندنا مغني احنا بنحبه كتير، ايش؟ لما اسمه ابن الحوات. ايوه ابن الحوات. وعندنا كمال بوشعيب الزياني، ايوه وايه تاني؟ عنده استوديو في المعارف، فهمتي؟ حتى تحبي هذاك الاغاني ممثلين ديالو معاك؟ كله البيرة ما تسكروش ما يهدر، تحبي فهمتو؟ ممثلين معاك ولا لا؟ بحب مصر، انا بحب العالم كله، اي حاجة خلقها وأنا ربنا انا كمان، بحبها. وأنا لكن بدون كمان. بدون ولا حاجة يا حبيبتي، انا والله العظيم بحب مصر وبحب الفنانة الاولين من مصر. انا بتبع قصة ليلى مراد، انا بحب أنا عمو عادل ليلى، امام. ليلى مراد، أنا ليلى. انت ليلى، وانا كمان بحب الممثلة المرحومة جوز الفيضي. انا بحب المغنية المطربة ليلى مراد، وبحب عبد الحليم. بغيتك تلحقي عليه ان شاء الله بنيتي، وخدت تسخني لي غالما الله. بيك الزين الوقتي نعمة من الله. يلا كملي يا حبيبتي. شوفي اسم واحد الاغنية دي والله، ايه؟ شوفي واحد. هانت شوفي قولي كمان. دي انا أغنية بقول مش مرتية الأغنية دي. يا اسمها ايه؟ الصديق الزين الوفي نعمة من الله. عارفة؟ مين مش عارفة؟ بيغنيه؟ مين بيغنيه؟ هذا واحد مغربي. هذا واحد مغربي عندكم في مصر، تبارك الله على المغاربة. هكاك حرار وشداد ما يدوزو عار. اسمعيني أنا عايزاك تغني لي حاجة جميلة، قولي إيه؟ اسمعي، جيبوا لي يا ود عمي ابن عمي. مش حافظاها. قوليها كده انتي، قوليها انتي كده. قولي وراي، جيبوا لي يا ود عمي، جيبولي ليه ولاد عمي. ها ود عمي، ديري ها ود عمي. ايوه خلاص ولاد عمي. قولي نديرو انا فوق راسي، مين؟ قولي اعملو انا فوق راسي، يعني ايه؟ يعني زي ما بتقولي، زي ايه؟ زي لما حد يكلمك مصر تقول له على عيني وراسي، احنا على بنقولها على عيني النجاد. وراسي، وتسارى بيك العراسي، وتساري فيك العراسي أو بيك واقول العراسي، انا معيت. وأقول أنا معيات. أو أنا قلت إيه؟ لو طحتي في وحده ملقطه وسايره دايره راسك فيا، وتحيه ليك. شرفت بيك والله، اتشرفت بيك، شرفتيني يا حبيبتي ليلى، انتي نور. مع وأنت السلامة يا شرفتيني. حبيبتي، ولما تعمل نعيمة أختك لايف أحبك تطلعي ما وياي، ده انتي نور على نور. حبيبة قلبي والله. سلمي لي على الماما، سلمي لي على أخواتك، سلمي لي على أهلك وجيرانك. اوكي حبيبتي نورتيني. انتي نورتيني كمان وتقفق من راسي. مع السلامة يا حبيبتي، مع السلامة حالك يا حبيبتي. حبيبتي. مع السلامة. لو كي جيتكم وغناتها ولا لا؟ لو كي جاتكم صافي امي. انتي انا غنقول الناس بسلامة، رجعت السيدة لعندنا ليلى. لو كي جيتكم
لا عجبتكم قولوا لي انت يا خاص كويسام. ايوا سيربي ودغيا يا حبيبي راكم عزيزين عليا. سينك سينك خمسة. ايوا هكاك. ايوا شنو راه قلت لكم بربي ويطلع عليهم قيلا ما يغني. جيبوا لي ود عمي انا ريناري ود عمي انا راه ماشي نواعيمة. وتحية للسيدة اللي في الشينوا كترجمني ليهم ب200 درهم ديالنا مغربية. واش تقولوا في هاد القضية؟ وكنقسم لك فمي بالله يا اختي ليلى الا على ظهرك هيا عيط لي يا عمي حاجي بحيت نشرتو عندك وقلتي اتسرى بيه فوق راسي ونديرو. هز لي هاد اللقطة قبل ما يهزوها الملقطين يديروها عندهم. هزها لي حطها لي انا وليلى. هز لي كنهضر. يا ولا بقى عيرني شي واحد ما غنسامح ليه لا دنيا لا اخرة. راه واخا هكاك تيضرني قلبي. وتحية ليكم وبسلامة عليكم كاملين والله يسهل عليكم كاملين والله ينصركم. قولوا لي باش عجبتوني ملي قلت لكم عندكم يترجم لها شي واحد بقيتو شادين ريتم واحد هكاك نبغيو نكونوا